رئيس الاتحاد تقليد المحامين المصريين ورئيس الاتحاد العربي للتحكيم السيد السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية السادة الحضور الكرام إنه لمن دواعي سروري بنخبة متميزة من أساطين القانون والسفراء والخبراء في مجال التحكيم في مصر والوطن العربي بمناسبة تأسيس الاتحاد العربي للتحكيم في منازعات الاستثمار والذي كان أملاً يراودنا ثم أصبح كياناً نقيمه بأيدينا من أجل حماية مصالح الاقتصادية للوطن العربي الذي نقيمه اليوم بما يضمه من خبراء وقامات قانونية إنما يفتح نافذة إضافية بجوار النوافذ الأخرى لفض منازعات الاستثمار الإقليمية والدولية ويخلق منظمة قانونية قادرة على فض المنازعات الاقتصادية للمستثمرين العرب وحماية حقوقهم في كل أنحاء العالم. السيد رئيس الاتحاد السيد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية السادة الحضور الكرام لقد اتسمت حركة العولمة بازدياد نفوذ التجارة الدولية على الاقتصاد الدولي واصبحت التجارة الدولية وتدفقات الاستيلان عاملا اساسيا من عوامل رفع مستوى الأداء الاقتصادي في البلاد كافة في أنحاء الوطن العربي وفي كافة بلاد العالم وهما قد يخلق اضطرابا بين المصالح المتعارضة للقائمين على هذا النشاط الأمر الذي يتطلب العمل على زيادة الوسائل القادرة على معالجة ما قد يطرأ من مشاكل أو خلافات وفي غياب هذه الخيارات فقد تحجم رؤوس الأموال عن ممارسة أنشطتها الاستثمارية أو التوسع فيها من هنا تظهر أهمية التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات في مجال التجارة الدولية وأنشطة الاستثمار وتظهر المفاضلة أو القضاء وكلاهما بالمناسبة بهذا الشكل متاح ولكن يظهر التحكيم مدى المرونة والسرعة في فض المنازعات ومدى تعدد فرص التسوية والتوفيق التي يتصف بها التحكيم وعنصر الإلزام وحسم النزاع ومن هنا تبدو علة ارتباط التحكيم بالتجارة الدولية بازدهارها وارتباطه بنمو المعاملات الدولية وهو ما يفسر وجود العديد من الاتفاقات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها وكانت مصر إلى هذه الاتفاقية التي تعد اليوم إحدى الدعائم الرئيسية التي يقوم عليها التحكيم الدولي وإذا كان اتفاق التحكيم لا يبعد أطرافه عن حماية القانون ولا عن حقهم في الالتجاء إلى القضاء إلا إن أهمية التحكيم تبدو في تميزه عن القضاء التقليدي في حرية اختيار الأطراف المتنازعة للمحكمين وفي المساهمة الفعالة للمتخصصين من غير القانونيين في موضوع النزاع وفي إطار من السرية في العقود التي تتعلق بمصالح الدول هذا علاوة على ما يتيحه التحكيم
من إمكانيات الاتصال المباشر بين المحكمين وأطراف المنازعة، مما يزيد من فرص التوصل.